كنا في سن تاعكم لما كنا بالقنابل قنبله تاع الكومبرينيس تاع البار شينوا اللي عملناها اربع قنابل في نهار واحد بالحد لو تتذكر. كنا دارسين كانوا الكور كل حد عندهم لاماس الإجليز أمام الولاية كانوا دائما يخرجوا على 11 إلى 20 دقيقة يخرجوا بهم تحفين هذا يمشيوا لاري دي فرانس لاري دي بلابس باش يعملوا البولفار والابيريتيف وياك عسيناهم البلاد كانت باربلي دو تو لي كوتي. في دقيقة واحدة فجرنا ربع قنابل فوست الجول تتذكر هذا ما نسيتهاش. على كل حال كنا في سن تاعكم احنا شاركنا في المرحلة انتم البلاد تحافظوا عليها ربي يطول عمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.